السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد بركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم جميعا صيام رمضان وقيام لياليه، ووفقنا لختم القرآن، ووفقنا للبذل والعطاء والإحسان في هذا الشهر الفضيل، الشهر الكريم. موضوعنا لهذه الحلقة هو حقيقة التقوى في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام وكلفنا بتحصيل التقوى. فقال جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. الحق عز وجل ينادي علينا جميعا ويقول: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب لأهل الإيمان وأهل اليقين بأن نستمع إلى أمر الله ونسعى ونسارع فيه. فأمر الله هنا هو الأمر بالصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من أصحاب الديانات السماوية السابقة. لماذا؟ لعلكم تتقون. فكان من أهم المقاصد والحكم التي من أجلها شرع صيام رمضان هو أن يخرج المسلم في هذا الشهر بجائزة ووسام عظيم، وهو وسام أن يكون من المتقين. لعلكم تتقون. فما هي التقوى؟ وكيف يمكن أن نحصل عليها؟ وما هي الفوائد المرجوة من تحصيل خاصية التقوى؟ ربنا سبحانه وتعالى أقصى ما يريد من عباده المؤمنين أن يكونوا جميعا من المتقين، وأن نلقاه يوم القيامة ونحن نلبس لباس التقوى. فقد أوصانا في كتابه العزيز فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد أن يموت الإنسان ويلقى ربه يوم القيامة متقيا، يلقى الله عز وجل عنه راضيا. لهذا ربنا أمرنا في هذه الدنيا ونحن نعيش ونحن نعمل ونحن نجتهد ونحن نتفاوض ونحن نصارع، أمرنا في خضم هذه الحياة أن لا ننسى أن نتزود من التقوى. فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يعني يا أولي العقول، أصحاب العقول الراجحة هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويعملون على أن يكونوا وفق مرضاته جل علاه. وكل من يفرط في التقوى هذا ليس من أصحاب العقول ولا من أصحاب الألباب. سيكتشف فيما بعد بأن كل ما حصله في الدنيا هو سراب لا قيمة له. التقوى أيها الأحبة الكرام، ربنا جعلها هي مفاضلة بين خلقه. الخلق كلهم سواء، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. لكن دائما يبقى مقام التفاضل بين الخلق هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي ظلال هذه المعاني جاءت وصية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكان كلما أتاحت له الفرصة إلا ويوصيهم بوصايا كثيرة
أولها يوصيهم بتقوى الله، فكان دوما في خطاباته يقول أوصيكم بتقوى الله. وفي حجة الوداع وعد الناس موعظة بليغة فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكل من أوصاه يقول مثل هذا الكلام. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان يحب أن يستمع إلى مواعظ رسول الله، وكان دوما يسأله عن ما يدخله الجنة ويبعده عن النار، فسأله يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وكذلك أبو سعيد الخدري طلب من النبي الكريم أن يوصيه قبل أن يودع، قال له عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وهكذا سجل في السنة النبوية الشريفة الكثير من الوصايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراد من الصحابة سواء كانوا من الأنصار أو المهاجرين. دائما الوصية الذهبية التي هي رأس الأمر كله وجماع الأمر كله كانت هي التقوى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي أمته فيقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه التقوى هي المقصود من رمضان. نحن نصوم النهار ونقوم الليل ونقرأ القرآن ونبذل ما في وسعنا من بذل وعطاء وإحسان، كل هذا لكي نصل في الختام إلى مقام التقوى، لأنها هي أعلى درجات الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المتقين كثيرا في كتابه العزيز، ولعل الكثير منا يريد أن يعرف ما هي هذه التقوى. ما هي التقوى؟ عرفها الله تعالى في أول المصحف. أول المصحف لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى سورة البقرة بدأ بتعريف التقوى، فقال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. ثم عرفنا الله تعالى بمن هم هؤلاء المتقون، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هكذا عرف ربنا سبحانه وتعالى حقيقة التقوى تعريفا واضحا بينا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. ومن هذا التعريف القرآني بدأ كثير من أهل الفضل وأهل الخير والصلاح يتنفسون في إعطاء معاني وثمرات للتقوى، لعل من أبرزها التعريف الشهير لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما سئل عن التقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه باختصار أهم تعريف للتقوى، الخوف من الجليل، أن يكون العبد المؤمن يشعر بالخوف ويشعر بالصغار أمام رب العالمين، لأن الله تعالى هو أكبر الأكبرين، الله أكبر، الله عظيم، الله جليل، الله جبار، الله قوي. فالمؤمن يخاف من الله، الخوف من الجليل. إذا أراد أن يعمل أي عمل قد يسيء للآخرين يتذكر بأن الله يراه ويراقبه وأنه سيحاسبه. هذا شعور ملازم للمؤمن، الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل، من صفات المؤمن أنه دائما في الدنيا أي خطوة يخطوها يسأل عن حكم الشريعة في ذلك، ما حكم الله في هذا الأمر؟ هل هذا الأمر مباح لي أن أفعله؟ أم أنه محرم علي أن أتركه؟ أم هو مندوب علي أن أسعى إليه؟ أم هو فرض علي أن ألتزم به؟ دائما الإنسان يسأل عن حكم الشريعة في الكتاب والسنة. العمل بالتنزيل.
والقناعة بالقليل من صفات المتقين أنهم ليسوا من الطماعين في الدنيا. أهل التقوى هم ناس قليلوا الأخذ، لا يأخذ من الدنيا إلا ما هو ضروري في حياتهم، يقنع بالقليل، ما عندهم لهفة ولا عندهم صراع ولا حرب حول الدنيا، وإنما كل همهم الآخرة. أما الدنيا فإنهم يتقللون منها، يجتهدون يعملون، وإذا جمعوا مالا وفيرا أو بلغوا مراكز عليا فإنهم يسخرون كل ذلك لأهل الله، للفقراء والضعفاء والمستضعفين في الأرض. أما هم فيتقللون من الدنيا. القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل من صفات المتقين، أنهم دوما يستعدون للقاء الله، تجده دوما يفكر متى سوف أرحل، متى سوف أودع. لأن الإنسان إذا تمسك بالدنيا وعمر بها قلبه وفكره قد تستحوذ عليه وتنسيه لقاء الله، وبالتالي لا يفكر بين الحلال والحرام ويقع في المحظور. فمن صفات المتقين أنهم يستعدون للرحيل للقاء الله. التقوى كما ذكرنا أيها الأحبة الكرام قال عنها علي بن أبي طالب: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لكن أين نجد المتقين عادة؟ المتقين عادة نجدهم في مكان يتجمعون فيه، وهي بيوت الله. بيوت الله هي بيوت المتقين. إذا أردت أن تعرف إنسان هل هو فعلا من المتقين أم لا، انظر إلى هل هو من المترددين على بيوت الله، هل هو من المواظبين على الصلاة، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وخالقه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيوته فقد ختم الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من رواد المساجد، واجعلنا من المحافظين على الصلاة في وقتها مع الجماعة. الأحبة الكرام، متى عرفنا هذه التقوى؟ نريد أن نتعرف عن فوائدها وثمارها. ماذا نكسب إذا صرنا بفضل الله وقوته من المتقين؟ أول شيء، إذا صرت من المتقين فالأعمال وكل التصرفات التي تقوم بها تكون مقبولة عند الله. الله تعالى وعد بقبول العمل، لأن من شروط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حائزا على التقوى، تفعله وأنت تريد به تقوى الله. متى كان عملك، صيامك، صلاتك، حجك، صدقتك، وحتى أضحيتك في العيد، كل هذه الأعمال لابد أن يكون الغرض منها هو تقوى الله، وليس المفاخرة والمكابرة بين الناس. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يناله التقوى منكم هي التي ربنا يعطيها الحساب. بفوائد هذه التقوى أن الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بأنهم سيكونون أسعد الناس في الدنيا. ربنا يفرج عنهم الهموم ويذهب عنهم الكروب ويقضي عنهم الديون ويفتح لهم باب العطاء وباب الكرم وباب العز. هذا وعد من الله، وعد من الله أن كل من حرص على التقوى أن الله تعالى يعطيه الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة الرغيدة ولو بالقليل. قد يكون عنده فقط المال القليل والمسكن المتواضع والمقام البسيط، ولكنه بالنسبة إليه شيء عظيم ورفيع، وما عنده هموم، ما عنده مشاكل، ما عنده ضغوطات، بل عنده رحمة الله يراها في كل مكان. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفوائد التقوى في الدنيا كثيرة وكثيرة جدا، أما في الآخرة فإن ثمارها وفوائدها لا تعد ولا تحصى.
فقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه لما يأتي يوم القيامة سوف يستقبلهم استقبالا عظيما، لما يخرج الناس من قبورهم وينفضون عنهم التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ولما يكون المشركون والكافرون في خلق وفي ضجر ويقولون يا ويلتنا من أيقظنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. في ذلك اليوم العظيم يوم الحشر الناس في خوف وفي هلع، ربنا يستقبل المتقين ويأخذهم إليه كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ربنا يحشرهم كوفود، وفود من الطبقة الأولى، ربنا يستقبلهم ويسوقهم ويحشرهم إليه. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يتجلى عليهم باسم الرحمن، رحمته تعمهم جميعا، ويأتون كوفود يستقبلهم المولى ويدخلهم إلى جنات النعيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله ما يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقا، ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى مثلها، رحالها الذهب وأزماتها الزبرجد، فيقعدون عليها حتى يقرعوا باب الجنة. هذا معنى نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ربنا يعفيهم من أن يسيروا الأقدام، وإنما يصعدون على الجمال والنوق من مخلوقات الجنة، ويعطيهم ربنا هذا النعيم الخالد، هذا النعيم الطيب، هذا النعيم المبارك. أيها الأحباب الكرام، الجزاء للتقوى كثير وكثير جدا، لكن باختصار كيف يمكن للصيام أن يوصلنا إلى التقوى؟ نحن الآن أمرنا بالصيام، وأمرنا أيضا بالقيام، وأمرنا بتلاوة القرآن في شهر رمضان، أعمال كثيرة تتراكم والمؤمن يتنفس فيها لكي يصل إلى التقوى. السؤال الذي يطرح وهو كيف هذا الصيام يوصلنا إلى التقوى؟ الصيام هو فرصة عظيمة لكي نحقق التقوى في قلوبنا، خصوصا مع التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن سائر الذنوب والمعاصي. فالإنسان في رمضان يكون بعيد كل البعد عن الذنوب والمعاصي التي تعود عليها ساعة الإفطار، فقد قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصيام جنة أي وقاية تتقى بها الآفات. فبالصيام نتقي المعاصي والذنوب، وأيضا إذا امتلأ البطن بالطعام والشراب فهو ذلك رأس البواعث على الفحشاء والمنكر. ومعلوم أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه من أثر الشهوات ما يجدها الشبعان الممتلئ، بهذا كان يقال بأن الجوع يرق القلب، الجوع يرق القلب. والتقوى أيها الأحباب الكرام هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، فقد تكون في بيتك وتغلق عليك الأبواب ولا أحد يراك وأنت صائم، وتجد بجوارك مائدة فيها طعام وشراب وأنت عطشان وجائع، لكنك لا تستطيع أن تمد يدك إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأنك تستشعر مراقبة الله وعندك مخافة الله في قلبك، هذه هي التقوى، الخوف من الجليل. لكن ماذا نتقي؟ ما معنى أن نتقي؟ نتقي عقاب الله، نتقي غضب الله، نتقي سخط الله، نتقي ضياع الآخرة، لأن الذي لا يتقي فإنه سيضيع عنه الخير كله. ربنا قال فاتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال كذلك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فنحن نحرص على تحصيل التقوى لأن بها نتقي عقاب الله وغضب الله وسخط الله وضياع الآخرة. هناك وسائل أيها الأحبة الكرام تعين على تحصيل التقوى، أولها أن نعظم شعائر الله في قلوبنا، نعظم شعائر الله في القلوب، كلما عظمت شعائر الله
كلما زادك الله تعالى عزة ومنعة. فالصيام هو شعيرة من شعائر الله، والصلاة شعيرة من شعائر الله، والحج شعيرة من شعائر الله، وعيد الأضحى شعيرة من شعائر الله. كل هذه الشعائر لابد أن نعظمها في قلوبنا. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك ينبغي أن نتزين بالتقوى، نتزين بها، لأن التقوى تجعل المؤمن والمؤمنة في حالة من الجمال وحالة من الحسن والخير، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فهذه نعمة عظيمة لما يكون عندك لباس التقوى. هناك تلازم بين شرع الله وبين اللباس لستر العورات والزينة، هناك تلازم بين التقوى وبين أن نستر عوراتنا ونتزين بالعفة، فكلاهما لباس. اللباس يستر عورات الجسم ويزينه، والتقوى تستر عورات القلب وتزينه، فهما متلازمان. كذلك لكي نحقق التقوى علينا أن نحقق العدل فيما بيننا بين الناس. لابد أن يكون هناك العدل، لأن الظلم هو الذي يجعل التقوى تضيع وتذهب سدى. كلما كان العدل في نفسك، في أسرتك، بين أهلك وأحبابك، وفي المجتمع يكون هناك العدل، تكون هناك التقوى. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. علينا أن نحرص أيها الأحبة الكرام على تحصيل هذه التقوى بأن نحقق العدل في أنفسنا وأسرنا وفي مجتمعنا، وكذلك أن نفي بالعهود. أي عهد من العهود لابد أن نؤديه. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. علينا أيها الأحباب الكرام أن نلتزم صراط الله المستقيم على قدر ما نستطيع. اهدنا الصراط المستقيم، نقولها في كل صلاة، وهذا الصراط المستقيم يفضي بنا في الختام إلى باب التقوى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. التقوى كثيرة أيها الأحباب الكرام، علينا أن نسارع إليها لنصل. فربنا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا هو جزاء التقوى، نحن مطالبين أن نسارع للوصول إليها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين، كان يدعو الله تعالى في كل وقت وحين أن يكون هو من المتقين. كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. فاللهم يا رب العالمين اجعل التقوى زادنا، واجعل الجنة مآبنا، واجعلنا من عبادك الأبرار الأخيار. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، بعد هذه المقدمة نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52، أو الرقم الهاتفي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.